اوعي يا سندس اوعي. افندم علاء عبد الحميد رئيس مباحث اسم مصر القديمة. بس بقى بس كفاية كده بس بقى. طب فوقيها بس كده، هي مالها فيها ايه؟ معلش يا باشا. ايه اصل البناية لسه جاية مصر بقالها كام يوم؟ بسكوت بسكوت يا باشا، عايشة في الخليج من صغرها ولسه وارد جديد. مالكش دعوة بيها، احسن روحي تساعد. خليك تمشي في الشارع تقول سندس عملت وسوت. ما تخافيش يا حاج. طب كويس بدأت تفوق اهي. مين فيكم بقى كوري عبد العاطي؟ ايه؟ ايه يا ساعة الناس اللي واقفة قدامك بتتصربط دي؟ وعاملة وهي وقريبتها حوار عايزين يهدوا البيت على دماغنا من فوق، مع ان سكان العمارة كلهم كل واحد منهم دفع حصته في تنكيس العمارة، حتى الست الغلبانة دي بتاعت القدرة دفعت، انما هي منشفها رقنا. ومع ذلك كانت سعادة الباشا عندها محل لمؤاخذة كوافير وبتكسب ياما. ده غير ان قرابتها متجوزة امير خليجي من اللي بيناموا على الفلوس ومتسيخة من هنا لهنا. شوفك نايمة في تربتك يا بعيدة. طب انت كويسة دلوقتي؟ احسن. كويسة ابعد انت بس. ابعد عنها انت. مالك يا حاجة في ايه؟ هو انت ظابط حقيقي؟ ولا من اللي بيطلعوا في التلفزيون؟ ايه الكلام ده؟ جري يا حاج. معلش معلش يا باشا، هي اصلها تعبانه شويه. معلش خليك معايا خليك معايا. طب يا نسا كوريا، الاخ سلومه مقدم فيكي بلاغ انك بتهددي ارواح 5 اسر لانك مش عايزه تشاركي في اعمال تنكيس البيت. ارواح؟ انا بهدد ارواح يا باشا؟ ايه ما قالكش كمان اني بحدفهم بالملاتوف بالليل؟ يا اخي ارواح ما تلبسك انت ومراتك العقربه دي، راجل ناقص ومعفن صحيح. انت رايح تجيب لي الحكومه يا راجل يا زباله؟ شايف سعاده الباشا اللي اتأدبها وطولة لسانها دي مش عامله لسعادتك اي اعتبار. لا 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 اعوذ بالله، ده على دماغي من فوق يا باشا. بس هي كل الحكايه ايه؟ انا هشرح لك موضوع التنكيس ده. هم عايزين مني 10,000 جنيه، انا لغايه دلوقتي حوشت منهم كام؟ 4,300، يعني مش ساكته. بس لو الحكومه يعني مستعوقاني ولا شايفه اني مقصره، لو ممكن يعني تدفعهم لي هي بقى. ما انا هعمل ايه؟ ما هو اي حل بس نخرج بيه راجل معفن ده بره الموضوع، وبعدين انا بقى مني لكم حكومه نستفي مع بعض. هو ايه ده اللي نستفي؟ ايوه يا سعاده الباشا، ايوه احنا بقى نستنى ونموت لحد ما سعادتها تحوش الفلوس ولا الحكومه تديها الفلوس وتقسطها عليها. الله، ما تموت ولا تولع، يعني انت شايف نفسك ليك لازمه قوي يعني وانت حي؟ بس خلاص، احنا هننتدب الحي وهننتدب لجنه هندسيه تيجي تعين البيت، وهي اللي تقول لنا ومحتاج ايه وفي خلال قد ايه. لجنه ايه يا سعاده الباشا؟ الحي ايه يا سعاده الباشا؟ ده انا جاي بدل النقاول 3 وكلهم اكدوا ان البيت ده لازم يتنكس، والاخت اللي واقفه قدامك دي هي المؤاخذه اللي واقفه عنا. الحكومه جايبها تقول لجنه ومش لجنه. شيل يا ست لجنه. ده بدل يعني ما تقبضوا عليها وترموها في التخشيبه. شوف يا باشا، هما دلوقتي مش عاجبهم كلامك اهو. انت هتعرفوني شغلي ولا ايه؟ اتفضل اقف بره انت ومراتك لغايه مكتب المحضر. ماشي يا سعاده الباشا. انا دفعت يا سعاده الباشا، استنى. اتفضل يا حاج. امشي. سياده الحكومه تشرب ايه؟ ميه بس مش ساقعه. عيني. انت كويسه دلوقتي؟ الحمد لله احسن. اسمك ايه؟ هاي جمالات. اسمي جمالات. جمالات؟ على طول سلام سلام لحكومة لبنى، حكومة لبنى، حكومة لبنى، على باشا على باشا، حكومة لبنى، حكومة لبنى. رايح اصح يا خالتي بسندس تيجي تشم شويه هوا وتسمع المغنى بتاع الواد زوكا ده. ما بلاش يا خال، هتعمل لنا قلق في الفرح. ما تخافيش ما تخافيش، اخليها تضرب نفسين وتقعد معاها. ايه يعني يا بابا تشوفي انا مالي وانا اللي اقعد ادادي فيها. انا كوريا. السلام عليكم، ازيك يا باشا؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. اخبار البيت ايه؟ وقع ولا لسه؟ لا لسه سعاده الباشا، ما انا قدام سعادتك اهو. اتضايقت انا المره اللي فاتت عشان قريبتك اللي اتخضت دي. لا حصل خير يا باشا. هي لسه تعبانه ولا ايه؟ اصلا انا مش شايفها يعني. لا اصل هي مالهاش في الافراح والجو ده يعني. طيب تمام. طب ابقوا طمنونا بقى، عملتوا ايه في البيت؟ حاضر سعاده الباشا باذن الله. السلام عليكم.
حبيب أمك. حبيبة قلبي يا أمي. يا أمي حبيب قلب أمك يا أخويا. يا مشرفني يا رافع راسي يا مرقصني يا حبيبي عرسك وصينك يا رب. عجبتك يا أمة؟ عجبتني. أنت تعجب الباشا يا روح أمك. الله أكبر عجبتك؟ كنت كويس قوي. ده أنت خليك. تعجب الباشا يا ولا والله. هو اللي كنت كويس بس يا حبيبي. حبيبي أنا من غيرك مش عارف كنت أعمل إيه. مش عارفة والله. السلام عليكم يا أمة. خمس دقايق. السلامة يا حبيبي. ممكن يا مولانا أضرب واحدة بيرة؟ لك حرية الاختيار يا أخي سلومة، بس سامحني أنا لن أجلسك وأنت تشرب هذه البيرة. ولا تعالى واحدة افتح. أنا حطيتها تحت الكرسي يا مولانا، مش هشربها إلا لما تمشي. ها؟ ما هو الواحد لازم يضمن آخرته ويضمن دنيته في آن واحد. ازيك يا خالتي؟ أهلا يا كوريا، ارقصي. ازيك يا أختي؟ مش أنت برضك الممرضة اللي كانت مع هيما في المستشفى؟ أيوة يا كوريا، أنا اسمي هاجر. عشت الأسامي يا هاجر. الله يخليك. نورانا. ربنا يخليك يا رب. مشكرين قوي يا هاجر على العمود اللي جبت لك بداكي، ما كانش لزوم تتعبي نفسك يعني. عمود؟ عمود ايه؟ سلام على باشا كل أمة من مصر، سلام كل أمة من مصر، أمة من مصر. ماله بيك الظابط ده يا بنت؟ مش أنا. من مين إن شاء الله؟ أنا مع البنت جمالات بنت خالتي. بقول لك إيه؟ سيبك بقى من الكلام ده كله وقول لي. خير؟ أنا عايز أعرف. نصبتي؟ اللي نزلت هنا دلوقتي. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ايه نور، الفرح منور والله. ايوه كده يا بنت جمالات، انزلي كده وقعدي معانا وخشي فينا ونخش فيكي. ايوه حد خلي الدنيا تبقى بيت كده يا بنت. الله ما شاء الله عليك، ده انت زي القمر. اهدي يا خالي، مش طالعه كنان. اهدي، لقيت سندس نايمه وهي شبطت فيا. انت لازم انزل معاها، ما اقدرش اقول لها لا. دي ادمها فقر وانا مش هحلق على حد النهارده. شيل انت بقى بنتي يا كوريا. تعالي عايزاكي. انا هقول لك على حاجه، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم يا رب. انا ما كنتش عاوزه اقول، بس بقى انت عارفه انا ما بحبش لا الرد ولا الكلام كتير ولا حد يقولني ولا حد يعودني، بس اعمل ايه؟ البت نوال ولو انها بتحبني وانا بحبها، جابت لي وبتجيب لي على طول الرز بلبن، وانتي ما بتشوفينيش حتى بكوز بطاطا. اخلصي وانا هشوفك. ازيك يا ابو هاجر؟ الحمد لله. وحشتيني قوي. أنا أمي دعيالي والله. النهاردة أحسن يوم في حياتي عشان حاجتين. إيه بقى؟ أول حاجة أول مرة غني بفرح كبير زي ده، وتاني حاجة. تاني حاجة إيه؟ إيه اللي جابك هنا يا أختي؟ فوزي قومي جري وتاني على البيت. يا أستاذ فوزي افهم بس. قوم من وشك. هات أحلى تحية حيرة طايرة لأجدع ناس في الكرة الأرضية، أهلي وحبايبي وناسي، أهل بطن البقرة، الرجال قبل الستات والستات قبل الرجال، اللي كلهم عيلة واحدة مفيش بينهم سر أبدا. أي حاجة بتحصل في أي بيت بعدها بساعتين مفيش حد ما بيعرفهاش. وعشان بقى ما احنا أهل وعشرة فأنا مش هخبي عنكم حاجة، ما كده كده هتتعرف. أنا عايز أسأل الست نوال مرات جزار الحتة المعلم سلومة، إيه اللي بينك وبين خطيبي؟ إيه اللي بينها وبينه يخليها تستقفى جوزها وتطلع لخطيبه وهو عازب وعايش لوحده بعمود الأكل؟ إيه اللي بينك وبين خطيبي إبراهيم يا نوال؟ يا نوال! أنا نوال. يمد إيده عليا ويفتح لي دماغي قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. عملت ايه يعني؟ وعشان مين؟ عشان طلعت لابراهيم ووديت له اكل؟ طب ما هو جارنا وابن حتتنا ومتعور. عملت ايه يا موسوك؟ انا كفرت ولا كفرت؟ مش الواجب كان هو اللي يطلع له بحتتين لحمه ولا رغيف حواوشي؟ ماشي يا سلومه، ما هو لو كان راجل كان جاب كوريا دي من شعرها وعمل اللي ما يتعامل معاه، ولا كان اتخانق مع ابراهيم ولا شكري. لكن ده مش راجل يخاف منهم فالح يتشطر علي انا بس. بطلي بقى زعط ومعط، من الاخر كده ده راجل واطي وما عندوش اصل. وعلى رأي المثل يا بيت، العايط في الفايق نقصان من ايه؟ من العقل. وانت اساسا
متطلقه منه بالثلاثه. مش رمى عليكي يمين الطلاق بالثلاثه؟ لا تعتبيها ولا تخشي فيها. وبعدين يا حبيبتي انت لا مخلفه منه لا عيل ولا تايل، يعني لا ليكي عنده ولا هو اللي عندك، خالصين. يا دكتور يا دكتور يا دكتور، احنا هنمشي امتى يا اخويا؟ احنا هنا من ليله امبارح تعبنا بقى. ما تقلقيش، هي حالتها مش خطيره، بس هي عشان نزفت امبارح فاحنا على انانا محلول. اول ما يخلص ان شاء الله هنطمن عليها وهنخرجها ان شاء الله. طيب يا حبيبتي انا همشي بقى علشان انا خلاص تعبت طول الليل قاعده، القعده السودا ده اهي رجليا جرمزت، جيت افكها مش عايزه تتفك بزراجين، وانت حضرتك نايمالي على السرير ابو مرتبه حلوه دهيت، وحاسه بنفسك كده انك اميره. ايه يا اختي في ايه؟ ما هو انا عشان بنت اصل دماغك اتفتحت جيت معاكي والوحدي، عشان انا بنت اصل ومحدش سعرك وبت معاكي ومحدش عبرك. ايوه عشان انت اصلا محدش بيقبلك بهب والنفس، والله العظيم الحاره كلها ما بتطقكيش يا دي البت، عشان انتي ما انتيش عامله لنفسك حبيب مكرها فيك الدنيا كلها يا شيخه، حرام عليكي. فوتك بعافيه يا قلبي، انا عملت اللي عليا ونط وازح والله العظيم. سلام عليكم. وديني وما اعبد لكون مفرجاك يا سلومه انت وكوري.